يسعد الله صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، نطل عليكم عبر شاشة اليوتيوب وبرنامج صباحكم. ساعة ونص فيها كثير من المواضيع المهمة اللي تهم الأسرة العراقية، وأكيد راح تكون عندنا كذلك ضيوفنا اللي يثرون الحلقة، إضافة إلى مراسلين المتواجدين بكل المحافظات وأكيد حتى في بغداد. راح تكون عندنا مواضيع خاصة ومهمة. يسعد صباحك. يسعد صباحك ديما، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا. السنة الجديدة بلشت أنه تكون قريبة، وهذه السنة بدينا نودعها بآخر الأيام بهذا الشهر. لا تنسون دائما تعيدون حساباتكم بهواية أشياء بهذه السنة، وتحاولون دائما تحطون نقاط مهمة وتسعون أنه تحققوها وتخلونها على الأقل فد خطة معينة ممكن أنها تكون موجودة بالسنة القادمة. عموما مشاهدينا، أتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة، والبداية من آخر وأهم الأخبار بيعدكم خبر. مشاهدينا، أول الأخبار راح نبتديها من الملف الخدمي، حيث أشرف رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على إحالة 4 مشاريع استراتيجية لمياه الصرف الصحي والأمطار إلى شركات التنفيذ من القطاع الخاص في قضاء أبو غريب ونواحي النهروان وسبع البور والوحدة في أطراف العاصمة بغداد. السوداني أشار إلى أهمية مشاريع الصرف الصحي كونها ترتبط بالواقع البيئي والصحي للمناطق السكنية، وتعيق إتمام باقي المشاريع الخدمية والبنى التحتية، مبينا أن هذه المشاريع قد جرى تأمين مبالغها واختيار الشركات المنفذة بعد خضوعها لمعايير المفاضلة والكفاءة. مشاهدينا، إلى جانب آخر، بينما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات وانتخابات مجالس المحافظات في يوم 18 من شهر كانون الأول الجاري، أكدت وزارة الداخلية عدم وجود قطوعات للشوارع في يومي الاقتراع الخاص والعام. وأكدت الداخلية عدم وجود أي قطوعات أو غلق للمنافذ الحدودية العراقية خلال التصويت الخاص والعام للانتخابات، حيث ستكون هناك انسيابية بحركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض. وإلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أعلنت عن قرب زيادة رواتب المعين المتفرغ ليكون الراتب 250 ألف دينار بدلا من 170 ألف دينار، مبينة أن هذه الزيادة ستطبق في حال مصادقة البرلمان على القانون. كما أوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة على منصة أور بلغ 214 ألف متقدم، مبينا أن الفحص سيبدأ مطلع كانون الثاني من العام المقبل ويستمر على مدار السنة. وإلى شركة الخطوط الجوية العراقية التي أعلنت عن افتتاح خط جوي جديد بين أربيل وبيروت وبواقع رحلتين أسبوعيا، وذلك مع حلول رأس السنة والأعياد التي ستصادف خلالها. وأوضح بيان مقتضب للشركة أن الخط الجديد للناقل الوطني سيفتتح اعتبارا من 27 كانون الثاني وبواقع رحلتين أسبوعيا، وسيتم تخصيص رحلات إضافية إلى قطاع بيروت وبواقع 5 رحلات مسائية من تاريخ 19 من كانون الثاني إلى نهاية الموسم. مشاهدينا، وفي الخبر الأخير، توقعت هيئة الأنواء الجوية تساقطا للأمطار مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد ابتداء من يوم الأربعاء، حيث ستهطل الأمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا، كما تنخفض درجات الحرارة قليلا. وبحسب هيئة الأنواء الجوية فإن طقس الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلا عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد.
وبخبر الأنواع كان هذا آخر أخبارنا من عندكم خبر. الآن رح ننتقل إلى موضوع آخر، وأسبوع المقبل رح يصادف اليوم العالمي للغة الضاد اللغة العربية. هي مناسبة للتذكير بأهمية هذه اللغة، هي لغتنا الأم، ونحن أكيد رح نستثمرها ونذكر بأهميتها وتتعلم اللغة العربية الصحيحة. احنا نتكلم من تعلم اللغة العربية الصحيحة، من إملاء، من كثير من الأمور، لأن اليوم احنا قاعد نتكلم أكو حتى يكون هناك أخطاء قاعد نشوفها بمواقع التواصل الاجتماعي، نتكلم كتابة لغويا، أيضا هناك بعض الأخطاء، وبالتالي احنا لازم فعلا نهتم باللغة العربية وكثير من الأمور. يمكن حتى قاعد نشوف أكو دورات، أكو كثير أشياء قاعد تكون موجودة، ونشوف يمكن بالآونة الأخيرة الأهالي قاعد يقبلون على أن يكون أطفالهم يتعلمون اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، كونهم يمكن يقولون أنه اللغة العربية احنا نتكلمها، ولكن احنا ما نتكلم اللغة العربية الفصحى الصحيحة. صح. وحتى كتابيا إملائيا، وحتى يمكن نتكلم عن القواعد أهميتها. نعم. نعم ديما، وللأسف هذه الجهود تكون من بعض الأهالي، الآباء والأمهات، بجهود صراحة تكون من عندهم للطفل أنه هو يتعلم بالبداية اللغة الإنجليزية. نعم اللغة الإنجليزية مطلوبة ومهمة اليوم لكل شخص بينا، ومهم أيضا أنه الطفل يتعلمها بعمر مبكر، لكن أهمية اللغة العربية لا تقل أهمية بالتعلم عن اللغة الإنجليزية، خصوصا أنها لغة القرآن. فعلا ناديمة. وبهذه المناسبة مشاهدينا، تقام الفعاليات المتعددة والمختلفة التي تكون خاصة باللغة العربية، ومنها معارض الخط العربي والرسم وغيرها. مشاهدينا، عودناكم بصباحكم ناخذكم بجولات مباشرة بأهم الفعاليات والأمور المهمة اللي ممكن تكون بالأيام العالمية أو مثل هذه المناسبات. لذلك اليوم رح نكون وياكم بتغطية لمعرض أقامة وزارة الثقافة، وراح ينضم لنا الزميل علي مروان بتغطية مباشرة. يسعد صباحك علي مروان. صباح الخير علي. علي، لما نتحدث عن اليوم العالمي للغة العربية، فإحنا يعني أكيد عندنا كثير من الفعاليات بما يخص الخط العربي، بما يخص كيفية الكتابة، الورش، المعارض، غيرها من التفاصيل، ويشرف عليها الكتاب وأهم الناقدين أيضا والمهتمين والدارسين للغة العربية. فإلك الصورة اليوم حتى تأخذنا بجولة بهذا المعرض. نعم، صباح الخير مرة أخرى عليكم أنت وديما، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. اليوم احنا موجودين في رحاب وزارة الثقافة والسياحة والآثار، تحديدا بمعرض بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد. هذا المعرض اللي مليء بالحروف، مليء بالخطوط، مليء بالجمال العربي، مليء بجمال الخط وفن الخط. كنا نعرف هناك فنون مختلفة للخط، اليوم كلها موجودة داخل هذا المعرض بمختلف اللوحات الموجودة بهذه القاعة تحديدا. احنا نحب ان نتجول وياكم داخل هذا المعرض حتى نشوف اللوحات والمشاركين بهذا المعرض. يعني بالمناسبة هناك مشاركات حتى عالمية موجودة داخل هذا المعرض، فنانين وخطاطين أرسلوا لوحاتهم من مختلف البلاد العربية للمشاركة في هذه الدورة من هذا المعرض، اللي تقريبا تعد الدورة العاشرة والسنة العاشرة اللي يحتفى بهذا اليوم داخل وزارة الثقافة وفي هذا المعرض. ده ممكن الزميل المصور يركز لنا على اللوحات حتى نتمتع بجمال الخط العربي. هذا المعرض طبعا أقيم بالتعاون ما بين تجمع خطاطي العراق وأيضا وزارة الثقافة، ممثلة بدائرة الفنون العامة اللي احنا اليوم موجودين ضمن احدى قاعاتها داخل هذه الوزارة. حتى نتحدث اكثر عن هذا المعرض راح ينضم معي الاستاذ عماد الخفاجي المسؤول عن تنظيم هذا المعرض، ونقول له صباح الخير. صباح النور، يا مرحبا استاذ علي حبيبي، اهلا وسهلا بك وبقناة يو تي في. أستاذ عماد، دا نشوف جمال، دا نشوف خط عربي ممكن اختفى بالفترة الأخيرة من عدة معارض، من عدة مشاركات تشكيلية ومعارض فنية، حتى بالشارع ممكن الناس نسيت الخط العربي، لكن اليوم هناك استذكار لهذا الخط، هناك حضور قوي لهذا الخط بفنانين ممكن عمالقة مشاركين بهذا المعرض. أكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجمع خطاطي العراق يقيم معرضاً، بداية كان يعني قطريا، ولكن الحمد لله وصلتنا لوحات وأعمال
من بقية الدول، والآن أصبح دوليا لأنه كثير من الدول مثل أندونيسيا، مثل مصر، مثل السعودية، مثل البحرين أرسلوا لوحاتهم لجمال هذا المعرض. هو معرض يوم الضاد لغة بعنوان لغة القرآن لغة أهل الجنة. أقيم هذا المعرض في وزارة الثقافة والسياحة والآثار. طبعا هذا المعرض بالتعاون مع تجمع خطاطي العراق ضم تقريبا 110 لوحة من كبار خطاطي العراق ومن رواد خطاطي العراق. لوحات توجد في هذا المعرض لوحات نادرة ولوحات نفيسة كأمثال الخطاط عباس البغدادي، الحمد لله طبعا لوحات أصلية، تشوف أعمال نادرة، تشوف أعمال جدا جميلة. وهذا اللقاء يعني ما بين الخطاطين هو تلاقح للأفكار، رؤية عمل لآخر، يعني عمل الخطاط الفلاني إلى الخطاط الآخر، وتبادل وجهات النظر جميعا. الحمد لله وشكر رب العالمين استطعنا إقامة هذا من أجل العراق ومن أجل الخط العربي ومن أجل أنه نقول للعالم كله أن العراق باقي بالحرف المقدس بالخط العربي إن شاء الله، خط القرآن الكريم. وتحياتنا وامتناننا وشكرنا لجميع طبعا من ساهم في إظهار هذا المعرض الجميل. شكرنا بالخصوص إلى وزارة الثقافة، الشكر خاص للأستاذ الدكتور علي عويد، شكر خاص إلى جميع الأساتذة الكرام في تجمع خطاطي العراق، الأستاذ حسين الشمري، الأستاذ الدكتور عبد المنعم خيري، وتحياتي وامتناني لكم الأستاذ الخطاط عماد الخفاجي. طيب أستاذ عماد، احنا نريد طماعين شوية بالأسئلة خاصة بوجودنا بمعرض خاص بالخط. أريد أسألك عن أنواع الخط اليوم باللوحات المشاركة داخل هذا المعرض. نعرف كنا أكو أنواع عديدة للخط العربي وفن الخط العربي، شنو هي أبرز الأنواع اليوم الموجودة داخل هذا المعرض؟ والله تقريبا تقدر تقول أنه جميع الأعمال، جميع الخطوط موجودة، خصوصا خط النسخ والثلث، خط الديوان الجلي، خط الديواني، خط التعليق الفارسي، ويعني كثير من الخطوط، خط يعني بما فيهم حتى خط الرقعة أيضا موجود، خط الكوفي بأنواعه، كثير من أنواع الخط الكوفي أيضا موجود. ولذلك تشوف هذا الجمال بتنوع الخطوط وتنوع اللوحات، يعني تنوع اللوحات وتنوع الخطوط، ولذلك يعني أصبح اليوم هذا الجمال في هذا المعرض. طيب احنا خلينا نتجول داخل المعرض. الزميل المصور هم يشوف الناس اللوحات الموجودة وأيضا نتحدث عنها. أستاذ عماد، أريد أسألك عن أنه هذا المعرض هل سيبقى ليوم واحد أم سيستمر؟ الناس إذا تحب أن تجي تشوف اللوحات شو وقت ممكن تجي، يا وقت يناسبها؟ سيستمر إلى 3 أيام إن شاء الله. نعم. سيستمر أي ساعة إلى أي ساعة؟ من يعني من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا. يعني أعتقد توقيته كان جيد، خاصة بعطلة المدارس اللي بدأت من اليوم، يعني ممكن أنه العوائل تصطحب أطفالها التلاميذ والطلاب يأتون إلى مثل هذه المعارض. يعني من خلال الدورات السابقة أستاذ عماد، كيف كانت ردة فعل المشاركين العرب ورأيهم؟ أم هذه أول معرض يشارك به فنانين عرب؟ لا طبعا، لا أكيد الفنانين العرب يعرفون بأنه العراق المتصدر الأول في الخط العربي، زين، فيعني يوجد يعني من خطاطين العراق منهم يعني يحصلون على الجوائز الأولى، والدليل على ذلك أنه يعني كتب مصحف في تركيا، ويعني الذي فاز في كتابة المصحف الشريف اللي هو الخطاط هادي الدراجي. طبعا احنا نفتخر في كل خطاط انه يعني هو من العراق ويمثل العراق في بقية الدول. فالحمد لله وشكر رب العالمين احنا تشوفنا في تجمع خطاطي العراق نفتخر في جميع خطاطي العراق. احنا يعني كثير من الخطاطين الرواد والأساتذة الكرام اللي هم الآن مشاركين هنا، مثل الخطاط الأستاذ حاتم الخفاجي، من رواد الخط العربي الأستاذ طه البستاني، الأستاذ الدكتور حازم السنجري، الأستاذ
عبد الكريم الشمري، كثير كثير يعني احنا اذا نذكر يعني اسماء نجد كثير من الاسماء اللامعه اللي موجوده في هذا المعرض. الحمد لله يعني يعذروني البقيه يعني الاسماء يعني اسماء كبيره وكثيره، يعني تحياتي وتقديري لهم جميعا يعني. اي والله شكرا جزيلا لك استاذ عماد، شكرا لمعلوماتك، ونتمنى نجاح هذا المعرض بمشاركه يعني مشاركه اسماء مهمه حقيقه بهذا هذه الدوره. نجاح كبير، انتم مثل ما جاي تشوفون الان اللي جاي يفتتحها هو الوزير يعني، وتشوف جاي تشوف يعني الحمد لله من كثير من اللي جو لهالمعرض هذا، الاخوه يعني المدراء الكرام وكبار خطاطي يعني، وتشوفه من جميع محافظات العراق، يعني احنا نشوف من اليوم من جنوب العراق الى شمال العراق موجودين، وانتم يمكن لاحظتوا موجوده لوحات من الاقليم موجوده هنا من الاخوه الاساتذه الكرام، الاستاذ احمد امر للاستاذ موفق البياتي، الاستاذ هادي، كثير كثير من الاساتذه اللي هم من الشمال، وكثير من الاساتذه اللي هم من جنوب العراق ومن وسط العراق من الفرات ايضا، فالمعرض شامل والحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا لك استاذ عماد، شرفنا بوجودك ويانا هذا الصباح، شكرا لك. اذا مشاهدينا مثل ما سمعنا من استاذ عماد انه هناك مشاركه واسعه من بلاد عربيه، من خطاطين عرب وايضا خطاطين عراقيين مهمين واسماء مهمه موجوده اليوم داخل هذا المعرض. طبعا في هذه الاثناء افتتح الوزير هذا المعرض بحضور الفنانين المشاركين، لكن احنا نحب ان نلتقي باحد المشاركين ايضا حتى يحدثنا عن اللوحه اللي شارك بها. السلام عليكم، صباح الخير، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا، يسلمك. اسم حضرتك؟ عبد المطلب العامري. عبد المطلب، استاذ عبد المطلب حدثني عن مشاركتك، شنو مشارك، شنو اللوحه اللي مشارك بها وشنو تفاصيلها؟ شاركت هذه لوحتين، خلينا نتقرب عليها، خط النسخ المصحفي. اي هاي طيب، خط هذا اسم، هذا خط النسخ اللي ينكتب به المصحف، وين يسمونه ننسخ به المصحف، وهاي هم ايضا هم نسخ استخدمنا به هذا الورق الابرو، يعني التقنيات المعروفه عندنا الخطاطين. وهي الخطوط انواع، يعني عندنا خطوط، عندنا سبع انواع تقريبا هسه اللي معمول بها، يعني اللي ماشي عندنا يعني بالاعمال الفنيه، اللي هو اولهن الثلث وبعدين النسخ وكذلك باقي الخطوط. طيب استاذ عبد المطلب، هاي اول مشاركه لك في هذا المعرض لو مشارك سابقا؟ انه مشاركات يعني في المركز الثقافي، في جمعيه الخطاطين. برايك شنو الفائده من المشاركه بهذا المعارض، بهذه المعارض؟ اول يعني هدفنا الواحد هو نشر ثقافه الخط العربي، ثقافه اقتناء اللوحه، ثقافه يعني ثقافه شلون نقول حب هذا الحرف وتطوره، ويعني نريد نوصل للمجتمع انه المتلقي يبدي يتذوق الحرف العربي وشكل الحرف العربي واللوحه الخطيه. في وقت ممكن قل هذا الموضوع بالضبط، لان دخلت الحاسبه والتطور احنا نريد الرجعه، يعني انه هاي عمل يدوي هاند ميد تقدر تقول عليه، او يعني تقنيه كذا، يعني عمل فني، لان الطباعه هي مفيده بالاعمال التجاريه، لكنه بالاعمال الفنيه لازم يكون العمل، يعني اكو دول تقتني اللوحه الخطيه، يعني ثقافه، عندهم ثقافه اقتناء اللوحه. احنا نفتقر هذا الموضوع حقيقي. صحيح، احنا جدا نشكرك استاذ عبد المطلب، شرفنا بوجودك ويانا، موفقين ان شاء الله. اذا مشاهدينا هاي كانت جوله بسيطه داخل هذا المعرض، شوفناكم بها اللوحات المشاركين بها، بعض اللوحات يعني ما نقدر نغطيها كلها لان عدد كبير من اللوحات والمشاركين في هذه الدوره تحديدا من هذا المعرض. نعم علي مروان، شكرا لهذه التغطيه، صراحه يمكن كان كثير من التساؤلات كانت موجوده سواء كان مده المعرض او غيره. صحيح. وعلي اكيد انت ما قصرت التغطية. وكانت تغطيه جميله، خصوصا انه لا ننسى انه كان عنوان هذا المعرض هو لغه القران، لغة أهل الجنة. فعلاً جدا جميل. حلوة كانت الأعمال، والضيف يعني الأخير تفضل وذكر أنه يعني إحنا نفتقد لاقتناء اللوحات الخط العربي، بالعكس عندنا كثير من الناس وكثير من الشخصيات اللي هي أساساً تبحث عن كل هذه المقتنيات الحلوة والمهمة وتعتز بها وتعتبر أرض، بالعكس. صحيح. العراقيين معروفين باقتناء أصلاً يعني كل حتى هذه اللي الثروات. بالخارج هم دائماً من يريدون يمتلكون لوحة بالطبع. أو أي شيء يجون للعراق نعم على مود يمتلكون.
تابعوها. مشاهدينا بهذه التغطية الجميلة يمكن خلصنا من هذا الفقرة، وأكيد الأسبوع القادم راح تكون عندنا تغطية خاصة لهذا اليوم. أما الآن راح ننتقل إلى نشرة الطقس ونتابع آخر تطورات درجات. مشاهدينا شفنا درجات الحرارة، بلش الجو يعني دي يصير شتائي جدا. إن شاء الله ما تصير أمطار. إن شاء الله إن شاء الله تكون أمطار خير. الجو معتدل جدا، وصراحة يعني يسوي يعني هيجي مزاج إن الواحد يسوي هواية فعاليات، ومن ضمنها ممارسة الرياضة بعد ماكو حجة خلاص. يعني ممكن الواحد بالصيف يقول إنه حارة وماكو يعني مزاج إنه الواحد يتمرن، وتعرفين شو معايا هسه على هاي الازدحامات الواحد لو يروح يتمشى يكون أفضل يعني. يتمشى أو ممكن يقضي وقت داخل صالة الجيم. مشاهدينا لذلك خلونا نروح نشوف أبرز الأشياء اللي تصير بالازدحامات اللي صايرة بشوارع العاصمة بغداد. إلى الآن أكو ازدحامات، قاعد نشوف أكو ازدحام، بس ما أعتقد ازدحام نفس ازدحامات البارحة، كانت يعني كارثة وخانقة يعني. وبعدها أكو شغلة، بما نحن تكلمنا عن السيارات وباكر أكو أمطار، لا حد يغسل سيارته اليوم، تمام لا تغسل السيارة. طبعا آية كانت تقول عن الرياضة وأهمية الرياضة، فعلا هي الرياضة جدا مهمة، بس أنت صارت فترة ما قاعدة تروحين. أبدا لعد، هي أول وحدة لازم تروح، هي جاي تقول روح وهي مستمر. فأنت لازم تروحين، أو إذا ما قدرتي تروحين إحنا برنامج صباحكم خليهم فقرة خاصة للي ما يقدر يروح، يقدر إنه يتمرن بالبيت من خلال التمارين اللي يقدمها كابتن عبد الله. خلينا نتابع. صباح الخير عليكم مشاهدي قناة يو تي في، فقرة رياضية صباحية جديدة. اليوم تمارين راح تكون تمارين البوديويت، تمارين وزن الجسم. وياكم إلى تواصل راح نشوف شنو آخر الأخبار الموجودة في مواقع التواصل، وأيضا الفيديوهات والمواضيع اللي تصدرت منصات التواصل. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يقوم بإقناع طائر البجع الخاص به لإحضار الصمون له من المخبز، ويظهر الشاب بالفيديو وهو يقوم بالطائر وروح جيب لي صمون. يعني شوية موضوع يعني فكاهي نوعا ما، ولكن إن الطائر فعلا راح وسمع كلام الشاب واتجه إلى المخبز ووقف بالطابور وسط دهشة الموجودين اللي استمروا بالضحك، وبالأخير رجع الطائر لصاحبه وهو يحمل الصمون. خلينا نتابع. الصمون تعال بس انت على الطريق، بس خلي يجي صمون بلف رحمة لوالدك. طي صمون بلف يا إبراهيم. شوف شلون واقف من السرعة. مشاهدينا تداول مدونون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج خلال مشاركته في تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا لعام 2024، حيث تمزقت ملابسه بسبب الرقص لكنه تدارك الموقف بسرعة. يعني صراحة شيء محرج. ونشر محمد رمضان فيديو الحادثة عبر حسابه على انستغرام قائلا أنه أكثر من موقف هو هذا محرج تعرض إلى، لكن اضطر لإكمال التصوير احتراما لكادر التصوير وتقديرا لجهودهم، وقال إن الموقف عدى سلامات. خلينا نتابع الفيديو. نقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اشتعال النار بشكل مفاجئ في ملابس أحد المصلين في أحد مساجد مأرب في اليمن، ويظهر بالفيديو خوف الأشخاص الذين كانوا بقربه ولم يكونوا يعرفون سبب
هذه النار. صحيح، وتمكن أحد الرجال من إطفاء النار وإنقاذ المواطن، وتبين فيما بعد أنه سبب الحادثة هو انفجار بطارية الهاتف بعد أن كان موضوع لفترة طويلة في جيبه. هذا الشيء طبعا، وهذا الحادث مو الأول من نوعه، في كثير احنا نشوف تنفجر بطاريات الهاتف في مراكز الصيانة أو حتى في مكان آخر، لذلك يجب توخي الحذر والحرص على إبقائها بعيدا عن ضغط الحرارة. نتابع. معروف عن القطط أنها بشكل عام لا تحب الطقس البارد كثيرا، ولكن هناك استثناءات لبعض الأنواع التي نشأت في بيئة باردة والتي يمكنها التأقلم مع الجو بسبب كثافة شعرها الذي يشعرها بالدفء، لذلك لا تستغربون لو رأيتم قطة تلعب بالثلج. صحيح، وهذا الشيء صار في مقطع فيديو تم تداوله بكثرة، يظهر فيه قطة تلعب بالثلج في أحدى المدن الباردة، حيث استمرت القطة بالقفز في الهواء وتحاول الإمساك بحبات الثلج بمشهد لطيف. نتابع. نعم مشاهدينا، هذه كانت آخر الأخبار اليوم بتواصل وبما يخص أبرز الفيديوهات اللي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، كثير من عندنا يتعرض لمواقف أو أحيانا حوادث ودروس في الحياة ممكن تكون سلبية وقاسية جدا جدا. بعض الأشخاص يحول هذه القصص أو يحول هذه الظروف لصالحه ويحولها إلى قصة نجاح، والبعض الآخر يبقى داخل المنزل معتكف على هذه الظروف ويستسلم إلى هذه الظروف بطريقة جدا سلبية. عندنا كثير من الشخصيات داخل العراق وأبرزت نفسها بشكل مهم وقدمت نفسها إلى النجاح وقالت ببساطة أنه أنا أقدر. حادث مؤلم تعرضت له العراقية البطلة نجلاء عماد، كان كفيلا بأن يغير مجرى حياتها، تعرضت من خلاله إلى إصابة بالغة أدت إلى فقدانها لساقيها الاثنين وذراعها اليمنى، وهي لم تكن تتجاوز الرابعة من عمرها، لتصبح بعدها بطلة العراق في رياضة تنس الطاولة. نعم، وخلال سنوات قصيرة استطاعت نجلة أن تثبت وجودها وتنافس المحترفين في المنتخبات الدولية، وحصدت طوال سنوات مسيرتها الكثير جدا من الجوائز، آخرها تتويجها بالميدالية الذهبية لفعالية تنس الطاولة ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في الصين، لتضيف بذلك إنجاز جديد لرصيدها الذهبي في المشاركات الآسيوية. اليوم راح تكون ويانا بالاستوديو نتعرف عليها اكثر ونبارك لها شخصيا بهذا الانجاز. يسعد صباحك نجلة والف مبروك. اهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة يو تي في. انا اليوم سعيدة وشرفتي بالي ان اكون بقناة يو تي في. نعم طبعا نجلة، انت مو اول مرة احنا نستضيفك، ولكن دائما كنا كل ما نستضيفك نقول ان شاء الله نستضيفك بانجازات عظيمة، وفعلا انت قاعد ما تقصرين وقاعد تجينا محملة بميداليات ذهبية. احنا خلينا نتكلم بالبداية عن، ما راح نتكلم من خوض انت شلون بديتي او غيره، احنا في عندنا لقاء معك سابق تكلمنا فيه عن هذا الموضوع، ولكن خلينا نتكلم عن اخر الانجازات اللي حصلتي فيها على الميدالية الذهبية وتجهيزات اللي كنت تقومين فيها للحصول على هذه الميدالية. أول شيء الحمد لله هاي السنة حققت بطولة الأردن الدولية الميدالية الذهبية، وبطولة تايوان الدولية الميدالية الذهبية، وبطولة كوريا الدولية الميدالية الذهبية، وقبل شهر كنت بطولة أسياد آسيا اللي تعتبر من أقوى البطولات بالعالم. صحيح. والمؤهل إلى الأولمبيات الحمد لله الميدالية الذهبية، وحاليا أنا مصنف خامس على العالم من ضمن أفضل 10 الأوائل، تأهلت إلى الأولمبيات ما شاء الله. إن شاء الله. كان ذكرت بس إنه الاستعدادات اللي كنت تقومين بها أثناء هذه الخوض هذه الحمد لله يعني خضت معسكرات الربيع ببغداد قبل البطولات، يعني تقريبا بس بطولة هاي البطولة آخر بطولة معسكرة الربيع ببغداد أنا ووالدي، بقيت تقريبا 10 أيام هنايا. أما باقي البطولات فقبل البطولة بشهر تقريبا أروح لبغداد يوميا أنا ووالدي، نتمرن ساعتين ينتظرني ونرجع يومي نفس الشيء. نجلاء، انت عندك يعني كثير من الصعوبات اللي انت يعني تغلبتي عليها، اولها مكان سكنك، يعني هنا التدريبات تكون
ببغداد وانت بمحافظه اخرى، فهذه فكره العناء الطريق والروحه والرجعه هذه وحدها صراحه اصرار وايمان بكل شيء انت دا تسوي. انا اريد اعرف المشوار من اي سنه كان لحد ما وصلتي لهذه المراحل المتقدمه ما شاء الله. انا بديت عالم الرياضه بعمر 10 سنوات 2015. نعم. تدربت عند المدرب 6 اشهر متواصله، كان دخول المجال الرياضي هو صدفه. نعم. فتدربت عند المدرب 6 اشهر متواصله، بعدها كانت عندي بطوله العراق اللي تكون ببغداد وكنت اصغر لاعبه. الحمد لله قدرت اتغلب على لاعبات دوليات عمرهن رياضي عادل العمر الكلي اللي هو 10 سنوات، وحصلت على المركز الاول ومباشره صعدت منتخب وطني بنفس اليوم اللي حصلت بالمركز الاول. نعم. حلو، انت قاعد ذكرتي انت ساعتي المنتخب الوطني، فبالحديث عن هذا الموضوع اريد اعرف شنو التجهيزات اللي موجوده اللي تساعدك هنا في التدريب، شلون يكون اكو توفير بعض الامكانيات اللي تساعدك، خصوصا اللي قاعد تقولي انت حتى التنقل حيكون صعب ووالدك قاعد يجي ينتظرك اساسا، فبالتالي هل هذه الامور تعتبر من الصعوبات والمعوقات الى التي الى الان ماكو لها حل مثلا، او شفتي انه اكو حلول او مبادرات للحلول؟ طبعا من اصعب الاشياء اللي دمر بها اللي هي صعوبه التنقل. لا. لان انا من محافظه ديالى، فالتدريبات تكون غالبا ببغداد لانه القاعه مال المنتخب هنايا. نعم. فاحنا قبل البطوله يعني بالاسبوع اتدرب 3 ايام، اما اذا كان عندي بطوله فاتدرب يوميا قبل البطوله تقريبا بشهر، فهذا الشيء من اصعب الاشياء اللي امر بها. يعني نعم. يمكن اليوم من هذا يمكن احنا نقدر نقول انه احنا بحاجه الى وجود اماكن مختصه بكل المحافظات، يعني اليوم احنا نتكلم عن وجودها في بغداد بس وقاعد يجون من باقي المحافظات الى بغداد، هذا الشيء جدا صعب يعني. نعم، يعني هو قاعه التدريب هنا انا اتدرب بالبنوك، فاللجنه البرلمبيه والمدربين كلهم من بغداد وايضا اللاعبين، فاني الوحيده من اللي من ديالم، ف يعني كل يدعاني بالتنقل يعني. النقل ايش قد مهم، يعني اليوم احنا نشوف قاعات خاصه بيكم انتم ك يعني لاعبين لتنس الطاوله او غيرها من الفعاليات، وهذه هي رسالتنا لكل الاشخاص اللي عندهم صلاحيات وعندهم سلطه بهذا الموضوع. بغداد هي مو فقط وحدها اللي ممكن انه هي تحتضن كثير من المبدعين، عندنا كثير فعاليات وناس ابطال دي يتاهلون لبطولات عالميه مهمه بالمحافظات الثانيه. نتمنى فعلا تكون اكو اماكن مخصصه لكل الاشخاص اللي محتاجين، نتمنى انه تكون لهم مراقبه وايضا تتوفر لهم وسائل نقل خاصه بهم من هذه الجهه اللي هي ترعاهم. نجلاء هي يعني شخصيه المفروض انه احنا نستثمر بها كل احتياجاتها، لان الاحتياجات اللي راح تاخذها نجلاء هي راح تكون لكل اقرانها، فهذه فرصه حتى احنا نعرف شنو الإخفاقات اللي موجودة بقطاع الرياضة بشكل عام في العراق. نجلاء أريد يعني أتحدث وياك بخصوص موضوع استخدامك للأطراف الاصطناعية، يعني أنا أعرف أنه أنت حاطة أطراف اصطناعية 2، وهذا الموضوع متعب جدا ومو سهل إطلاقا، وأنت تتمارسين الرياضة، أنا أريد أعرف معاناتك مع الطرف الاصطناعي وشلون أنت تكملين تدريباتك بوجود الطرف الاصطناعي. طبعا من اهم الصعوبات اللي واجهتها بدايه دخول العالم الرياضه اللي هي الاطراف الصناعيه. نعم. انا كان عندي اطراف صناعيه فمو رياضيه، يعني مو اختصاص لرياضه كره الطاوله، فكنت دائما اعاني اثناء المباريات. بس الحمد لله هاي السنه تعهد لي تكفل رئيس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني بتركيا لمده شهرين باطراف رياضيه، والحمد لله اني ركبت الاطراف وان شاء الله بالبطوله الجايه راح. واني شفت لك يمكن اكثر من مشاركه، انه انت كانت عندك اكثر من مشاركه بدون استخدام الاطراف الاصطناعيه بسبب الضغط، بسبب صار عندك اعتقد جرح او معاناه من عندها، صحيح؟ نعم اي كنت حتى اثناء يعني من اسافر ما البس الاطراف فقط اثناء المباريات، لان كانت كلش تاذيني خاصه بالمباريات النهائيه، يعني احنا نروح للقاعة مال اللعب نبقى أكثر من 10 ساعات، فكان كل شيء ضغط علي فأضطر أذهب بالأطراف. تعرفين الجهوة بادرة جميلة أن تكون موجودة، ولكن هاي حقوقكم، كان المفروض أن أنتم مجرد أن أنتم مشاركتكم بالمنتخب هو بحد ذاته أن تأهلكم أن أنتم يكون عندكم توفير هذه الأشياء، يعني هي مو مطالبات يعني شخصية تكون بجهود شخصية أو لشخص معين، بالتالي في كثير كذلك محتاجين أن تكون عندهم يروحون يسافرون تكون عندهم أطراف خاصة بهم بمشاركاتهم، يعني بالأخير هذا أنتم رغم هذا كله قاعد تجيبون إنجازات.
اليوم خلينا نتكلم بما احنا قاعد نحتفل بانجازاتك وهذا الانجاز المهم اللي احنا قاعد نتكلم عن البطوله اللي حصلتيها بالمشاركه مال الاسيويه. انت قلتيها راح تكون مؤهله لك، فبالتالي انت عندك تجهيزات، عندك ضغط ثاني راح يكون كبير، فبالتالي خلينا نشوف شنو الاستعدادات اللي انت قاعد تكون بعين الاعتبار اللي مخليتها للمسابقات القادمه. طبعا أنا بعد 10 ايام راح ادخل معسكر تدريب ببغداد، لان عندي بطوله بشهر الواحد راح تكون بمصر، بعدها راح اشارك معسكرات خارج العراق لان الاولمبيات راح تكون بشهر الثامن، فاقل شيء واحد يتحضر لها قبل 6 اشهر، وان شاء الله امل انه احصل الميداليه الذهبيه باذن الله. احنا اكيد عندنا امل كبير ان شاء الله، لانه ما شاء الله عليك انجازاتك كثيره. نعم النجلاء، بس انا اريد اعرف ايضا موضوع استكمالك للمراحل الدراسيه، ما شاء الله اني اعرف انه انت حاليا سادس اعدادي صح؟ صحيح ادبي. اريد اعرف مشوار الدراسه شقد كان صعب، والحمد لله انت كملتي وبداتي بالانتهاء من اهم مرحله دراسيه. طبعا هاي السنه كانت من اصعب السنوات اللي من ناحيه الدراسه. انا طالبه ثالث ادبي ومكمله نعم. ماده واحده اللي هي التاريخ. نعم. مع العلم انها معدلي 71. من بدايه هاي السنه انا دخلت معسكرات تدريبيه وبطولات، يعني الموازنة صعبة صح بين الهواية وبين الدراسة؟ نعم جدا صعبة كانت، وكنت أخذ الكتب وياي أقرأ هناك لأن حتى ألحق على المادة. ما شاء الله. ورغم هواي قالوا لي أنه أجلس سنة، بس أنا أصريت أن أكمل هاي السنة، لكن أنا أتمنى من خلال قنواتكم أنا نشرت. صحيح نجلاء، أنت عندك يعني مناشدة وأنت عندك طلب من معالي وزير التربية بما يخص التحميل لمادة معينة أنت ما قدرتي أنه تنجحين بها أو تتفوقين بها، فهذه فرصة أنه أنت تكررين الطلب، وإحنا نتمنى فعلا أنه رسالتك توصل. تفضلي. طبعا مناشدتي إلى رئيس الوزراء المحترم وإلى وزير التربية المحترم، أنا طالبة السادس أدبي مكملة مادة واحدة اللي هي التاريخ. أنا من بداية السنة دخلت معسكرات تدريبية وبطولات خارج العراق، وأيضا حتى ما قدرت ألزم دروس خصوصية بسبب قصر الوقت، ما كان عندي الوقت الكافي حتى أقرأ، وخاصة أنا من رجعت من بطولة آسيا كانت عندي فترة 8 أيام فقط حتى أقرأ مادة التاريخ، فما كان عندي الوقت الكافي، فأطالب بالتحميل الشامل لكافة الفروع اللي نعم. هي العلمي والأدبي. نعم. لأن هو طلاب كانت عندهم ظروف وما قدروا يمتحنون وكانوا معتمدين على موضوع التحميل، فأتمنى أن ما يقصرون بهذا الموضوع. نعم نجلاء، احنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. بالدراسة وفي الهواية، وانت تحملين اسم العراق عالياً. تختمين معاها بسرعة، أريد تسألها سؤال قبل نعم. ما نختم. نعم. انت ذكرتي انه عندك بطولات قادمة وبطولات عندك للشهر الثامن هو الشيء نقدر نقول المنتظر. من هنا للثامن انت ذكرتي اكو اكثر من تجهيزات لبطولات نعم. خارجية، اكو شيء يكون داخلي موجود كذلك بالعراق؟ بطولات داخلية يعني. بطولات داخلية أنا قبل فترة كنت ببطولة العراق، إحنا كل سنة تكون عندنا بطولة العراق، فالحمد لله حصلت المركز الأول اللي هي تكون كل سنة. أما بعد بطولة مصر راح أدخل معسكرات تدريبية خارج العراق. أغلبيتها خارج العراق طبعاً، أكيد خارج العراق هي أساساً كذلك راح تخليكم تكون نعم. أقوى، لأن بالأخير في قاعدة تشوفون اشتراكات كثيرة. نعم نجلاء، يعني قبل ما نختم يعني الحديث صراحة ممتع وياك ومليان تحديات وإصرار، أنا أريد أعرف أكو بعد أعداد مثلك عندهم رياضات أخرى أنت دا تشوفيهم دا تختلطين وياهم؟ وأكيد كلكم أنتوا عندكم رسالة واحدة اللي هي إصراركم على دمج نفسكم مع الأصحاء ومنافستكم ببطولات عالمية، هذا إنجاز صراحة يحتسب لكم وبعدين للعراق بشكل عام. شنو وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضات المختلفة اللي أنت دا تشوفيهم؟ احنا عندنا اللجنة البارالمبية اللي تكون ببغداد، كل الرياضات موجودة وكل الاتحادات موجودة، كلنا نعاني من مشكلة واحدة اللي هي المعسكرات التدريبية، عدم توفر معسكرات تدريبية خارج العراق. نعم. وايضا اكو هواي لاعبين من محافظات ثانية، فنعاني اكثر شيء من صعوبة التنقل والمعسكرات اللي تكون خارج العراق. وتحديدا لكم انتم كوضع خاص. نعم. واستثنائي
وعندكم إصرار على يعني المضي قدما بكل هذه التفاصيل. نجلاء شكرا لك، ونتمنى رسالتك توصل لمعالي وزير التربية المحترم، واحنا شاكرين لوجودك اليوم ويانا وتحملك عناء الطريق من محافظة أخرى. لا بالعكس، وهذه التفاصيل احنا نعتز بها، ضيفة نعم عزيزة نجلاء جدا. شكرا لتواجدك معنا، واكيد احنا نتمنى لك الموفقية في البطولات القادمة سواء كانت محلية او عربية او كذلك نعم. دولية بكل المحافل، واكيد نرجع نقول انه انت ما قاعد كن المطالبات اللي قاعدة تكون هي المفروض تكون هي موجودة اساسا بدون ما انتم تطالبون بها. مشاهدينا نتمنى انه هاي الفقره نالت استحسانكم، احنا اكيد عندنا فقرات ثانيه ويانا ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا مشاهدينا، في مطلع العام الجاري أطلقت الحكومة العراقية استمارة الضمان الصحي في خطوة وصفت بالمهمة نحو تطبيق قانون الضمان الصحي اللي أقره البرلمان، والذي يمكن من خلاله تخفيف أعباء المصاريف المالية للموظفين. لكن هل بدأت وزارة الصحة بتطبيق هذا القانون، وما هي مميزاته، ومن هم المشمولين به؟ رح نتعرف على هذه الموضوع وتفاصيل أكثر في فقرتنا القادمة. مشاهدينا، بحسب قائمة الأيام الدولية للأمم المتحدة، فيصادف اليوم يوم التغطية الدولية الصحية الشاملة، وهذا يؤدي إلى موضوع مهم وهو الضمان الصحي وتحديدا في العراق، الذي يرفع عن المواطن تكاليف مادية كثيرة تخص العلاج والمراجعات المرضية. لكن هذا القانون من سيشمل، وكيف وهل يشمل الموظفين بشكل عام، وما هو حال موظفي القطاع الخاص؟ رح نتعرف على تفاصيل كثيرة بما يخص هذا الموضوع مع الدكتور إيهاب عبد الكريم، المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي. أهلا وسهلا بك. أهلا صباح. أهلا بك. الضمان الصحي في العراق، هذا الموضوع ينتظره كثير من العراقيين، الموظفين وغير الموظفين، وإحنا نعرف أنه البداية كانت من إقرار هذا القانون اللي يخص الضمان الصحي عام 2021. وين وصل حال مشروع الضمان الصحي واحنا اليوم ب 2023؟ بداية شكرا جزيلا. اهلا بك. وشكرا جزيلا لتسليط الضوء على هذا المشروع المهم الذي يتناسب مع مناسبة اليوم. مناسبة اليوم هي اليوم العالمي او الدولي للتغطية الصحية الشاملة، وهذا نعم. اللي هو هدف اساسي لكل الدول ان تصل الى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها. الضمان الصحي، أول أهداف الضمان الصحي هو الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة. نعم. كيف يوصل للتغطية الصحية الشاملة؟ طبعا احنا يعني هذا الشهر هو بداية تحقيق حلم لكل مهتم بالشأن الصحي ولكل صانعي قرار النظام الصحي في البلد. الحلم بدأ يكون على أرض الواقع، بدأ يكون حقيقة. كان عندنا حلم أنه نوصل إلى مفهوم ضمان الصحي، والحمد لله أنه الحلم الأول تحقق بإقرار القانون، وبعدها أيضا كان حلم أنه القانون ينفذ ويكون على أرض الواقع، متأخرين جدا وتم تنفيذه. صح. ليس بتأخير بقدر ما هو الضمان الصحي وليس مشروع وليس قرار يتخذ بسياسة معينة أو قرار معين. نعم. ضمان الصحي هو خارطة الطريق لإصلاح المنظومة الصحية في البلد. نعم. ضمان الصحي هو رحلة، يعني ما ينتهي قرار وينتهي، رحلة طويلة. صحيح. جدا جدا. بموجب القانون أولا كثير من التفاصيل اللي تتعلق بالنظام الصحي لازم تتهيئ. فالقانون أساسا لما تم تشريعه وتم إقراره نهاية 21، بموجب القانون أنه بعد 6 أشهر يكون نافذ للتطبيق. صحيح. وأيضا بموجب القانون أعطى 6 أشهر لفترة تشكيل الهيئة، هيئة الضمان الصحي، ووضع نعم. الأنظمة والضوابط والتعليمات وغيرها. تعرفون حضراتكم أنه لازم يجون أكو موظفين ويدربون وتوضع تعليمات وتصدر هذه التعليمات. صحيح. وأيضا المشروع هو لا يقوم على وزارة الصحة فقط. نعم. بل هو مشروع دولة،
يحتاج إلى مساندة باقي الوزارات وباقي الدوائر، يحتاج مساندة المواطن، جهات الإعلامية كثير، فهو مشروع دولة. نعم. فبالتالي هذه فترة التهيئة الحمد لله أنه تم إنجازها، وكان أيضا أكو إشكال معين بالقانون، كان في طعن ضد القانون بالمحكمة الاتحادية، وانطرنا إلى أن تم رد الدعوة. كان من إحدى الجهات أنه تدعي أنه القانون يتنافى مع الدستور. نعم. والحمد لله أنه تم رد الدكتور. خلينا نتكلم اليوم دكتور إيهاب، نتكلم عن الإنجازات، خلينا نكون بما أنه إحنا اليوم بهذا الصدد توعية، وقلت أنت هي خارطة وهي طريق وهو رحلة، وأنتم بديتوا بها، وكان هناك بعض الناس اللي كانوا مشمولين بهذا القرار. نريد نعرف أول شيء من هم الأشخاص اللي مشمولين بالضمان الصحي، وبعدين رح نتحدث عن الآلية. نعم. مطلع العام الحالي تم إقرار باعتبار أنه الضمان الصحي أصبح ضمن أولويات البرنامج الحكومي. نعم. فلاقى دعم ولاقى اهتمام كامل من الإدارة الحكومية، فبالتالي تم اختيار عينة معينة من فئات ضمن محافظة بغداد ليكون تطبيق كيف تجريبي. كيف تم اختيار هذه العينة؟ تم اختيار هذه العينة على عدة مؤشرات. المؤشر الأول أنه تم أخذ 100,000 من المشمولين شبكة الرعاية الاجتماعية، وتم ترشيحهم عن طريق وزارة العمل. الأمر الآخر تم اختيار 6 وزارات، وزارة المالية، وزارة الكهرباء، وزارة الاتصالات والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة الكهرباء، مقار وزارات في بغداد، أيضا موظفو بعض الرئاسات الثلاث حتى يكون شريحة متساوية للعينة التجريبية الأولى. 150,000 تقريبا من الموظفين وعوائلهم، 100,000 من المشمولين يعني شبكة الرعاية الاجتماعية بالضبط، ومن المتقاعدين بشكل اختياري أيضا بإمكان أن يسجلون، ومرضى التوحد أيضا. حلو. جزء من كافة مرضى التوحد في بغداد. عفواً، أنت ذكرت هذا الموضوع، ولكن أنا أريد نستثمر وجودك اليوم ويانا. إحنا مجرد ما ندخل على جوجل نكتب الضمان الصحي راح يطلع لنا إذا ممكن بوابة أور الإلكترونية. بالضبط. من بوابة أور الإلكترونية أنا أقدر أتم تسجيل. بالضبط. من خلال إنه أنا راح لهذه الفئات اللي تم. أي أكو هنا التسجيل. نعم. ولكن قاعد نشوف إنه أكو كاتبين شنو الأشياء اللي إحنا المفروض تكون موجودة. نعم. شنو الأشياء تكون موجودة معانا. بالضبط. ومن خلالها أنا يتم التسجيل. بالضبط. فلنفرض إنه أنا هسه قمت بهذه التجربة. نعم. وتم تسجيل، كيف أنا راح يتم ترشيحي أو هل قبولي؟ هل راح تكون هناك لجنة معينة لأخذ هذا الموضوع؟ إحنا نتكلم هنا مجرد موضوع جدا سهل، مجرد بالضبط. ما أنا راح أدخل تم على هذا البيانات، راح رقم الهاتف إحنا كذلك ندخله. بالضبط. هنا أنا راح رقم الهاتف راح يجي كود. صح. راح أدخل الكود وبالتالي راح تكون عندي بيانات معينة اعتيادية. نعم. شنو اللي أنا بداية أحتاجه كبيانات موجودة تكون عندي في على مود أملأ هذه الاستمارة؟ البيانات اللي المعتادة اللي هي البطاقة الموحدة وغيرها. إذا كان موظف هويته هوية الموظف، يعني هذه البيانات الأساسية اللي بأي تسجيل يتم طلبها. نعم. بعد ما تتم عملية التسجيل راح تكون أكو راح يتولد كود اللي هو رقم الضمان الصحي. فهذا رقم الضمان الصحي راح يتم مراجعة، احنا اكو مؤسسات، عدة مؤسسات مشمولة بالوقت الحالي بالمرحلة الأولى، تم تأهيل الأجنحة الخاصة لأكثر من 10 مستشفيات، إضافة إلى عيادات استشارية صباحية ومسائية جانبية. هناك عمليات كذلك تكون ضمن أكيد، أكيد عمليات جراحية وكل الخدمات اللي يحتاجها المواطن. أنت تعرف يعني إيش قد موضوع القطاع الصحي في العراق مسبب أزمة نفسية. نعم. لأصحاب الـ يعني الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الاحتياجات وأطفال التوحد أيضا، هذا الموضوع راح يخفف يعني ثقل كبير نفسي ومادي، لأن احنا نعرف أسعار العمليات وأسعار العلاجات. نعم. اليوم يعني أقل خطوة لازم الشخص يذب تقريبا مليون ونص انت بالقطاع الصحي. هو هذا هدف الضمان الصحي. التغطيه الصحيه الشامله اللي هي شنو معناها؟ انه معناها اي شخص، اي مواطن يحتاج رعايه صحيه لازم يحصلها بالوقت والمكان اللي يريده. نعم. هذا اللي راح يجي الضمان الصحي، اللي هو الهدف الاول انه الخدمه تكون موجوده باي مكان واي زمان. والامر الاخر اللي هو ان ما يتحمل تكاليف الاعباء الماليه، يعني اليوم المواطن العراقي يتحمل جزء كبير من التكاليف، راح يضطر يروح للقطاع الخاص وغيرها. بالضمان الصحي باختصار بسيط، اذا راح للمؤسسه الصحيه الحكوميه وما لقى مكان او ما لقى او ويتنج ليست، اكو قائمه انتظار،
او مرات يجوز ما يلقي يعني او يكون مستعجل او مستعجل كذا، راح يكون شريك القطاع الخاص معانا. القطاع الخاص ممكن ان يستفيد من الخدمه من القطاع الخاص. شنو آلية العمل الخاص؟ والدفع اللي راح يدفعها القطاع الخاص ضمان صحي هو اللي راح يدفع. تم تغطيته. فهي هاي الفكره، الفكره الاولى انه انا اقلل الاعباء الماليه، الفكره الثانيه انه انا احسن جوده الخدمه الصحيه. نسبه الضمان الصحي هي متفاوته من شخص الى اخر؟ لو راح تكون اكو نسبه ثابته نسبة لكل الاشخاص، نسبه الدفع يعني اللي راح تكون على الضمان الدفع الصحي. الموظفين يدفع 1% من راتبه. كل الموظفين بغض النظر. بكل الوزارات. بكل الوزارات، إما مثلاً مشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية فما راح يعني مثلاً بدل الاشتراك. 1% عفواً هو يعني شهرياً؟ شهرياً. هذا بالنسبة اللي يشتغلون بالحكومة يعني. هذا اللي يشتغل بالحكومة. زين أنت عفواً ما أقدر يعني أستكمل هذا الحديث تقول ما نذكر أكو فئة جداً مهمة يكون عندها الضمان، حتكلم عن العمال اللي موجودين، العمالة يعني بشكل عام اللي نعم. موجودين. صح. هذيل أصلاً حتى أساساً أكثر عرضة للجروح والإصابات، وتكون إصاباتهم حتى مرات خطيرة وبالغة تحتاج إلى صح. تدخل جراحي سريع وآني، فبالتالي هذيل كيف ممكن يتم شمولهم ب الضمان الصحي هو لكل المواطنين العراقيين. نعم. بالمحصلة النهائية أنه راح يتم تغطية كل الفئات وكل الطبقات بالمجتمع، لكن المرحلة الأولى احنا اختارينا جزء موظفين جزء راعي اجتماعي. الراعي الاجتماعي ما يدفع مثل الموظفين، وحتى ذا يكون شلون يعني ما يدفع نفس الموظف؟ ما راح يدفع، هو مجانا. يعني الموظف ياخذ واحد ياخذ نسبة 1% من راتبه، بينما الرعاية الاجتماعي هو مجانا. حلو. اشتراكه مجانا، والمساهمات اللي راح تصير يعني شيء يعني لا يكاد يذكر. يعني أقل من المراجعة، يمكن إذا يروح المستشفى يدفع بطاقة المراجعة اللي هي 1000 دينار أو 2000، هو يجوز راح يدفع أقل من هذا المبلغ أساسا يعني لا يكاد يذكر. فبالتالي لأن هو المبدأ من الضمان الصحي مبدأ تكافلي. صحيح. اليوم اللي قادر على الدفع مثلا الموظف، هو طبعا بالمناسبة حتى اللي يدفع الموظف هو شيء رمزي، لأنه هذا 1% مثلا واحد راتبه 500,000 يدفع 5,000 دينار، هذا عنه وعن عائلته، يعني إذا عنده 10 أفراد 7 أفراد 8 أفراد هي بال5,000 دينار، والكل راح يأخذ الخدمات. يعني هو اللي يربي الأسرة إذا كان عنده هو ضمان، فبالتالي هذا راح يتم لكل الأفراد الأسرة بشكل كامل. لكل الأسرة، كل الأسرة راح يكون عندهم دفتر. يعني مو كل شخص راح يكون عنده ضمان. لا لا لا، الأسرة الأسرة الواحدة، فهو راح يشترك عنه وعن الأسرة. فهذه حتى بيئة التقديم في بوابة أور هي هم كذلك راح تكون لي توجد أكو إضافة أفراد الأسرة. صحيح. فيقدر يضيف أفراد الأسرة بكل سهولة. إحنا شفنا صراحة، أنا يعني دخلت وشفت التطبيق وشفت الأشياء اللي موجودة به، وحتى الأشياء اللي محتاجينها هي جدا بسيطة مثل بسيطة ما ذكرت الأشياء الأساسية. بعد ما يتولد رقم الضمان الصحي يقدر يراجع لهذه المؤسسات، مجرد أن يروح لموظف الضمان الصحي وينطي الكود. طيب راح ينطي دفتر الخدمات. عندنا هاي إحنا يمكن استعرضنا كيف ممكن هم يدخلوا لها وكيف ممكن نكون بكل سهولة يقدرون هم هاي. نريد نعرف هل راح يكون هناك هذا اللود، لأن بالأخير إحنا نريد نوجه رسالة اليوم لكل اللي شاهدنا إنه أنت بإمكانك إنه أنت تسجل بالضمان الصحي، مو مجرد إنه أنت تدخل على بوابة هي موجودة أساساً. نعم. والمشاركة بها. نعم، جدا بسيط الموضوع. نعم نعم. طيب. الموضوع بلش يعني أساساً بدأ العمل فيه. ولذلك قلت لكم الحلم الثاني تحقق وبانتظار الحلم الثالث. يعني إحنا نقول الحلم الثاني بدينا يعني أنا قبل شهر تقريباً. صدقا انه يعني احس السعاده اللي قاع ما شايلتني لما سمعت اول مضمون دخل وعمل قسطره و يعني اكمل اجراءات العلاج وغيرها. القسطره كان كلفتها 600,000 دينار في الاجنحه الخاصه لمستشفى البيطار. ال 600,000 دينار المضمون دفع منها 60,000 دينار. ما شاء الله. فدخل اولا مكان ذو جوده ممتازه، غرفه واحده كذا، هذا حقيقة يعني حسينا بالسعادة أنه بدأ على أرض الواقع. نعم. وصارت عندنا أجرينا عملية جراحية أيضا، مثلا عملية جراحية بكلفة 700,000 دينار المضمون دفع منها 70,000 فقط. حلو. لأنه يدفع 10% فقط من تكاليف العملية. نعم. الدكتور إيهاب عبد الكريم متحدث باسم هيئة الضمان الصحي، شكرا لتواجدك معنا. ونقدر نقول أنه إحنا بدينا ب 300,000، لكن إحنا نطمح إلى تغطية 40 مليون. هذا الحلم الثالث إن شاء الله. إن شاء الله أنه يكفي لكل الفئات المجتمع وكل العراق. شكرا جزيلا لك دكتور إيهاب عبد الكريم، شكرا لك، وأكيد شكرا لكل جهودكم المستمرة في القطاع الصحي في العراق. شكرا جزيلا. مشاهدينا، هذا حديث كان عن الضمان الصحي. إن شاء الله راح نبدأ نلمس النتائج المهمة بالضمان الصحي بهذه الجهود، ولكل المشرفين عليه إن شاء الله القطاع الصحي بتقدم، وهذا اللي إحنا نتمناه ونتمنى لكم أكيد الصحة والعافية. باقيين ومكملين، راح نروح الفاصل ونرجع لكم.
مشاهدينا، لأن الجسد وحدة متكاملة فالأسنان المو صحية تسبب كذلك مشاكل، لا يقتصر ضررها على الفم فقط بل تشمل أعضاء مختلفة من الجسم كامل، لذلك هناك ارتباط مباشر بين صحة أسناننا وسلامتها وبين الصحة العامة. وبحسب الأطباء فإن الكثير من المرضى المصابون بحالات مرضية خطرة كانوا يرفضون فحص أسنانهم. راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا مختصة بهذا الموضوع في فقرتنا القادمة. صحة الأسنان هي أكثر أهمية مما يعتقد الكثيرون، فهي تعمل وظيفة المخبر الذي يجعلنا على اطلاع بصحتنا العامة. ولأن الفم يعتبر المدخل للجهاز الهضمي والتنفسي، فهو يؤثر على الكلى والمعدة وأعضاء أخرى. ولكي نفهم الموضوع بتفاصيل أكثر، نرحب بضيفتنا الدكتورة سبأ عبد الصمد، طبيبة الأسنان. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا بك دكتورة. لما نتحدث عن صحة الأسنان، يعني يمكن الأغلب يتناسى أنه صحة الجهاز الهضمي هي مرتبطة جدا بصحة الفم والأسنان. شنو علاقة الموضوعين؟ أكيد أكو علاقة، لأنه الأسنان هي خط الدفاع الأول عن فأي يعني أي عدم اهتمام بها أو التنظيف الغير صحي للأسنان يسبب ارتجاع المريض، اضطرابات الجهاز الهضمي وإلى آخره. نعم، يعني يمكن ذكرتي هاي الأشياء أن تكون بعض الأعراض، ولكن إحنا نتكلم عن أكو أمراض موجودة، مو إحنا يمكن نتكلم عن مثل ما ذكرت آية الكبد أو غير أماكن. شلون ممكن أنها تأثر، وكيف ممكن إنه أنا من خلال الأسنان أقدر أعرف أو الدكتور يعرف إذا كان أكو مثلاً فحص دوري، شو ممكن من خلال الأسنان يقدر يكتشف إنه لا أكو أمراض معينة أو أكو أشياء معينة فلازم إنه المراجع يروح يسوي تحاليل أخرى؟ يعني إنه المراجع لازم تفريش مستمر يومين باليوم، مرتين باليوم، إنه اللثة تقوم تبدي تطلع دم، هاي تسبب أعراض أو يعني تسبب مشاكل أخرى. لازم كل مراجع إنه كل 6 أشهر يروح الطبيب. دكتورة سبأ، يعني عادة في هواي هسا أشخاص يشوفونا يقولش طبيعي إحنا من نفرش الدم. هذا الشيء مو صحيح. لا، إحنا نتكلم على نزول الدم، فبالتالي إحنا أنا السؤال هو شلون ممكن إنه الشخص أو الدكتور يعرف إنه هذا المريض أو المراجع في عنده أمراض أخرى، فبالتالي ينصح أنه يسوي تحاليل؟ يعني أكو أشياء تكون مبينة غير أنه نزول الدم من اللثة؟ إيه، يعني أكو تورم يصير باللثة وأشياء أخرى يعني. نعم دكتورة، لما نتحدث عن التسوس والتهاب اللثة وغيرها من هذه التفاصيل، كلها هذه مرتبطة أيضا بصحة الجهاز الهضمي، أيضا ممكن لها تأثيرات أخرى في حال ممكن أنه ما تم علاجها؟ هي أكيد، لأنه دائما ارتجاع المريء واضطرابات الجهاز الهضمي تصير بسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة، كل هاي تؤدي إلى هاي الأشياء. يعني إنه ترى مراجعين يجون أصلاً 6 أشهر هاي ما شايفين الفرج أصلاً. لا، هذا هنا هاي كارثة. إحنا قاعدين نقول هسه سووا مراجعة دورية، مستلزم إيه، فهو لازم يعني لازم يراجع دوري. احنا دائما نقول المراجعه الدوريه جدا مهمه ولها اهميتها. خلينا نتكلم عن اكو بعض الاشخاص اوريدي هم عندهم مثلا امراض مثل المزمنه مثل الضغط او السكر، شو ممكن يعني لازم اكيد يشيكهم يعني طبيب الاخصائي يلا، لانه اكيد ما اقدر يعني نشتغل الاب الضغط او السكر الا يكون تماما مضبطة ويا طبيبة أبو القلبية يلا. نعم، يمكن أغلب الناس تتناسى اللي عندها مشاكل بالجهاز الهضمي تتناسى فكرة مراجعة طبيب الأسنان أولا، بعدين ممكن أنه يشوفوا المشاكل الأخرى. صارت عندك حالات من المراجعين أنه هم يبلشون بمراجعتك أولا أو مراجعة طبيب الأسنان بعدين طبيب الهضمية؟ اي اكيد، لانه دائما الحالات اللي تجي مثلا سن حشو الجذر بس يروح الالم من عنده جلسه اولى وبعد خلاص. لا طبعا هذا هو غلط. احنا نرجع نقول اهميه انه الانسان يكون عنده ثقافه المراجعه وثقافه الدكتور، هذا الشيء جدا مهم. يعني احنا نشوف كثير من الاشخاص مجرد ان يكون اكو الم فعلا او يصير عندهم اكو شيء معين يلا يلجؤون للدكتور، بس احنا نتكلم عن اكو اشياء معينه لازم تكون دوريه، من ضمنها دكتور الاسنان، التحاليل، الدم بشكل عام. خلينا نتكلم عن اذا اجاك مريض لاول مره، هل بعد الكشف عن
الأسنان، هل راح تسألين أكو أمراض معينة؟ هل تطلبين بوجود مثلاً تحاليل معينة يقوم بها قبل ما يذهب إلى دكتور الأسنان؟ إيه أكيد، إذا عنده أمراض مزمنة أو إنه السكر أو الضغط ما منتظم عنده لازم ورقة من طبيب الأخصائي. يلا وخصوصاً عفواً دكتورة، إحنا نتكلم عن أكو ناس عندهم أمراض ممكن هتنتقل، يعني إحنا نتكلم عنها كبد الفيروسي أكيد. إيه فشلون ممكن إنه الإجراءات الصحيحة أن الواحد يتبعها قبل ما يروح مثلاً دكتور، حفاظاً على نفسه وصحته وصحة أكيد الأشخاص الموجودين كذلك؟ يعني أكيد ورا ما طبيبه المختص يعطينا إنه ورقة نشتغل له، أكيد كل شيء الأدوات ديسبوزبل. نعم دكتورة، قبل ما نختم أنا أريد أعرف من عندك شنو أهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة عند كل شخص إذا كان عنده مشاكل أو إذا ما كان عنده مشاكل؟ يعني هو لازم يلتزم بالتفريش مساء وصباحا، والخيط أيضا أكيد، خيط الأسنان مرتين باليوم، واستخدام غسول الأسنان مرتين باليوم. نعم يعني لازم كل 6 شهور يروح الطبيب الأسنان مراجعة دورية. نعم دكتورة شكرا جزيلا لك، احنا سعيدين بوجودك اليوم ويانا، واكيد اتمنى الصحة والعافية لكل الأشخاص. شكرا لك دكتورة. دكتورة شكرا جزيلا. نعم احنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نقول لكم دائما احنا موجودين في برنامج صباحكم، تابعونا باكر ان شاء الله بنفس الوقت. اما الان نترككم مع بقية برامج اليو تي في صباحكم، نقول لكم في امان الله، مع الف سلامة مشاهدينا.